اختلف معاكم في حاجه واحده بس اللي هو مين؟ النني. النني 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 بص اقول لك، لاعب مهم جدا جدا جدا. هو طبعا اكبر واحد في لعبه خط الوسط، عنده 31 سنه، يمكن بعديه محمود حماده 30، لكن الباقيين عندك ايمان 25، مروان عطيه 25، مهند لاشين 27. ففي لفت نظر برضو جرأه مروان عطيه في تسديد في الماتش الاخير بتاع تنزانيا، ما شرفنيش رايي فيها. هي بطوله كاس العالم للانديه خلت مروان عطيه ياخد الثقه في نفسه بالظبط، في الثقه في نفسه قبل ما يدي، وكمان ثقه كيروش فيه. يعني كيروش حتى لو هو كان شاكك شويه في كيروش فيتوريا فيتوريا لو كان كيروش برده كان سيب معانا طبع كويس في البطوله الاخيره برده، عشان عايزين نوصل النهائي برده فيتوريا طبع كويس ان شاء الله. فضل عم فيتوريا لو كان شاكك شويه في مروان عطيه، لا خلاص بطوله كاس العالم للانديه اثبتت بان. لا بس اقول لك حاجه، قبل كاس العالم للانديه لو الناس تفتكر طبعا مروان لما تعرض لموقف صعب بتاع وفاه والده، مروان كان واخد كيرف نازل قوي جدا بالزبط. جدا مروان ما رجعش قبل كاس العالم. دكتور عثمان في لكل لاعب او في اي مهنه، حتى في اي مهنه انت طبعاً ممكن يبقى كتاباتك او انت تحليلاتك او انا تقديمي مره ببقى ماشي كويس جدا، تلاقي مره في تلعثم في هبوط في الاداء في كتاباتك مش هي انكسار. كان واضح هو اتاثر بشكل نفسي بوفاه والده طبعا. كان يمكن انا حضرت كانت الحفله اللي عملها النادي الاهلي، كان احتفال باللي هي طبعا كل البطولات، والنادي الاهلي كرم مروان عطيه طبعا. الولد كان متاثر بشكل كبير جدا جدا، وحتى كابتن احمد الخطيب كان اتكلم معاه وحضنه، وكان واضح ان هو كان متاثر بشكل كبير. وعلى فكره قعد فتره طويله متاثر، وتفتكر تحديدا لحد توقف الدولي بتاع شهر 11. التوقف الدولي ده انا ما اعرفش ايه اللي حصل مع فيتوريا، مروان عطيه بعديها رجع حاجه تانيه خالص وتالق مع النادي الاهلي وراح كاس العالم للانديه بعدها، وما شاء الله من ساعتها هو طالع الكيرف بتاعه بسم الله ما شاء الله. خد احسن لاعب ماتش اتحاد جده، خد احسن لاعب في نهائي السوبر المصري، فالكيرف بسم الله ما شاء الله طالع. اعتقد ثنائيه مروان مع امام عاشور، ولو جنبهم النني او جنبهم زيزو او جنبهم حمدي فتحي، اعتقد هتبقى ثنائيه قويه مع اي واحد يعمل المثلث ده يرجع كافه منتخب مصر والبدايه ان شاء الله امام موزمبيق.